طيب السؤال الثالث، أخوك مساعد بينك وبين نقاشات كثيرة يا محمد؟ نقاشات كثيرة إيه؟ يعني هواشي حصل بالبيت؟ لا هواشي أبدا ما في هواشي أبدا ما لا قد صار بس مو يعني دائم، بس إنها نقاشات يعني نصائح دائم نصائح وجه. إيه دائم وجه. طيب النقاشات هذه طبعا وهي أشياء طبيعية موجودة بالبيت وفي كل بيت وما بين الأخوان، النقاشات هذه دائما تكون في كلمة أو لزمة ما بين الأخوان، فأنا أبغى أعرف وش هي لزمة أخوك مساعد إذا زعل منك؟ وش هي لزمة أخوك مساعد؟ يعني شيء يكرره دائم أثناء غضبه إذا زعل منك يقول لك كلمة هذه. يقول كلام والدك. لا في شيء مرتبط، يعني حتى أنا يوم سألت عن النقطة هذه أعطاني جواب بدون أي تردد. أتمنى يا محمد إنك تكون مركز، أتمنى إنك تكون غير متردد في إجاباتك. يقولها يعني إذا زعل عليك؟ إذا زعل عليك يعطيك الكلمة هذه، الكلمة ذي دائم يقولها. أعطي الخيارات. أنت على كذا بالسؤال الثالث راح تستنزف كل الاختيارات. لأن والله ما في كلمة معينة لأن مو دائم يعني تناقشني نقاشات حادة وكذا. طيب مصمم أعطيك اختيار؟ إيه لأني بحد بأي كلمة ما أدري شو. أعطي الخيارات. طيب هو يعني إذا عصب عليك بيوم من الأيام ما في كلمة طرت ببالك الآن قد قالها لك؟ طيب بخلي الخيارات. إذا شوف أعيد وزيد، الاختيار حق لك يا محمد مثل ما هو حق لأي ضيف يكون معي في هذه الفقرة، لكن أنا ما أدري ممكن تكون في أسئلة أشد صعوبة أو أشد غموض بالأسئلة الجاية وتكون أحوج أنت للاختيارات من السؤال هذا. إذا كانك أنت تشوف أن الاختيار هذا أو السؤال هذا في صعوبة عليك وتبغى الاختيار فيه فهذا حق لك. طيب تقريبا يقول والله ما خليك. والله ما خليك. إيه. طيب هو الجواب هذا كان أحد الاختيارات اللي موجودة، لكن هل هو صح أو أنه خطأ؟ راح نتعرف على صحة الأسئلة في نهاية الأسئلة. طيب محمد أنت لو بعطيك مقياس